صباح الخير أعزائنا المشاهدين، احنا معكم الآن من محافظة الطفيلة وتحديدا من لواء بصيرة. من خلال قافلة برنامج يوم جديد السياحية وصلنا لمقام الصحابي رسول الله الحارث بن عمير الأزدي، ولمعرفة المزيد عن هذا المقام خليكم معنا في هذا التقرير. الحارث بن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول هو صاحب رسالة، وكان ينقل رسالة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصر الشام لكي يحثه في الدخول في الإسلام، فما كان في طريقه إلا أن لقاه شرحبيل بن عمرو الغساني وقتله، وقيل أنه قتل في هذا المكان. تم افتتاح هذا المقام والمسجد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين أطال الله عمره. هذا المقام وهذا الصرح الديني إنجاز التعبير يحظى بزيارات عديدة، سواء على الصعيد الداخلي من داخل البلد كالمدارس والجامعات كجامعة الطفيلة التقنية، وأيضا يحظى بالسياحة الخارجية. يأتيه وفود سياح من دول شتى مثل تركيا، جنوب أفريقيا، ومن أندونيسيا، ومن ماليزيا.